مدة المرض أو الفترة الزمنية اللي الشخص بيعاني فيها هي بس فكرة المرض النفسي. الناس ساعات بتبقى ربطها بقصة إن ده نفسي أنا، يعني أنا اللي عامل في نفسي كده، وأنا اللي المفروض أقاوم، وأنا اللي المفروض أعمل. فيبتدوا إيه، والله غير من نفسك شوية، قرب من ربنا، صلي، اعمل كذا، طب روح لحد يرقيك، طب روح لشيخ، طب روح لمعالج شعبي، طب روح، طب غير مكان، طب سافر بره، طب اعمل. كل ده بيستهلك وقت، وهم مش فاهمين إن المرض النفسي ما هو إلا مرض عضوي على مستوى المخ. لان هو المخ طبعا احد الوظائف بتاعته العقل، اللي هو فيه المكونات للوظائف النفسيه اللي هي لما بتضطرب بيظهر فيها المرض النفسي. يعني مثلا طب معلش يا دكتور، بس عشان الناس بتتفرج علينا هتقول لك انا ممكن اكون مش مريض نفسيا، انا متعرض لشويه ضغوطات نفسيه. أيوة. ما انا فعلا لو سافرت هغير جو، انا فعلا لو خرجت خروجه بحبها، ولا لو كلت اكله بحبها، مزاجي هيتعدل. فيعني لسه ما وصلتش للمرحله لو دي. بتعمل ده، وده بيفرق في ادائك وبيرجعك لطبيعتك وعندك القدره. مثلا لو انا بتكلم في شخص حاسس ان هو مكتئب او مش قادر يعود للحياه بشكل طبيعي، عمل ده ولقى نفسه رجع لطبيعته زي الفل، احنا مش محتاجين ادويه. لان زي ما حضرتك ذكرت اني مرحله من المرض، انا العيان بيجي لي عندي مرحله خفيفه من المرض، مرحله متوسطه، مرحله متقدمه من المرض. الحالات اللي هي المايلد او الخفيفه البسيطه، العلاج النفسي او التغيرات السلوكيه اللي بنعملها، التدخلات العلاجيه السلوكيه او تغيير نمط الحياه او بعض الاساليب المهنيه اللي هو ممكن الشخص يتمرن عليها، دي ممكن تبقى كافيه جدا انها تعدل الشخص من غير ما ياخد الدواء، طالما هو لسه في مرحله المرض البسيط او في بدايه المرض. لكن اذا كانت الاعراض وصلنا من متوسط الشده لشديد، يبقى الشخص هنا لازم هياخد علاج. مده العلاج زي ما حضرتك ذكرتي هي بتتوقف على التاريخ المرضي بتاع الشخص. يعني مثلا في بعض الاضطرابات زي الاكتئاب، لو شخص بيصاب للاكتئاب لاول مره، انا لازم افهمه ان مده علاجك من 6 لـ9 شهور، بشرط انك تكون رجعت لسابق طبيعتك قبل المرض. لكن الناس عاده بتبقى مستعجله ومفهمه ان المرض النفسي زي دور البرد، الاعراض خفت فانا هرجع لطبيعتي. لا، هنا لازم يبقى في حاجه اسمها سايكو اديوكيشن، او التعليم، التثقيف الطبي او التعليم النفسي اللي احنا بنعلمه للناس عن طبيعه الامراض النفسيه. هي الامراض النفسيه من احسن الامراض اللي بتستجيب للادويه على فكره، والتدخلات المبكره فيها بتفرق جدا. لكن زي ما حضرتك ذكرتي، مريض الضغط اللي بيتشخص ضغط بيكمل على ضغط مدى الحياه، مريض السكر بيكمل على سكر، مريض الذئبة او اللي عنده مرض مناعي بيكمل على المرض بتاعه، على العلاجات بتاعته مدى الحياه. وفي الاول والاخر هي الامراض النفسيه جزء من الامراض اللي بتصيب البني ادم، واحنا فرع من فروع الطب، ما فيش خلاف خالص غير ان الناس فاهمه ان المرض النفسي عاده الشخص بطبيعة تفكيره أو بنمط شخصيته هو متدخل في إحداث المرض، وده فكر خاطئ. هو ده اللي احنا عايزين نشتغل عليه، إن المرض النفسي مش بيجي علشان الشخص بس فكر غلط أو اتعامل لمواقف غلط. ما هو تفكير الخاطئ ده أو حتى نمط شخصيته ده هو له أساس بيولوجي، له وراثة أو له تنشئة أو له خلل كيمياء موجودة أو خلل في وظيفة التفكير اللي هي أحد الوظائف النفسية اللي بتخلي الشخص يتعامل مع المواقف بصعوبة أو عدم مرونة وانفتاح. وبالتالي بيبقى عرضة أكتر للضغوط أو التعامل مع الأزمات بشكل يحس إن هو مضغوط فيه، وبالتالي حدة الانضغاط النفسي بتبقى أعلى فتسرع من وتيرة المرض.